في ملف التعاون، بحث وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بنبوزيد مع الموريتاني سيدي الزخاف سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون الثنائي خاصة في قطاع الصحة وفق ما يخدم مصلحة البلدين. اللقاء بين الوزيرين جرى بحضور سفيري البلدين والوفد المرافق لهما على هامش أشغال الدورة العادية 56 لمجلس وزراء الصحة العرب. وفي هذا الإطار جدد وزير الصحة الاستعداد الكامل للدفع قدما بمشاريع التعاون والشراكة المقرر إقامتها بين البلدين وفق ما تضمنته الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بتعزيز التعاون مع الدول العربية والإفريقية. وقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة متابعة للوقوف على مدى تنفيذ ما تضمنته الاتفاقية الموقعة بين البلدين، مع رفع تقارير دورية لوزيري صحة البلدين خاصة ما تعلق منها بجانب البحث العلمي فيما يخص بعض الأمراض كالملاريا والالتهابات الكبدية، وكذا التكوين من خلال تمكين الأطباء الموريتانيين من الاستفادة من الخبرات التي يتوافر عليها نظرائهم من الجزائر في عدد من التخصصات المستعصية كزرع الكلى، مع إمكانية نقل بعض المرضى الموريتانيين للعلاج في الجزائر.